تفتكروا ايه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا لو احنا اهملنا مقاومة الانسولين؟ اول حاجة لازم تعرفها ان ممكن تصاب بمرض القلب، وده نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار عن الحد الطبيعي، بالاضافة كمان لزيادة الدهون الثلاثية عن 150. اما ثانيا فممكن ان انت تصاب بالسكتة الدماغية، وده نتيجة حدوث التهابات متزايدة في الجسم، وبالتالي ما بتقباش بتاخد اكلات تكون صحية. ولو جينا ثالثا فممكن تصاب بالخرف ومرض الزهايمر، وده نتيجة ان انت مش بتتناول اكلات غنية بالأوميجا 3، بالاضافة ان انت بتاخد اكلات بتكون غنية بالدهون المتحولة، ودي اللي بتسبب حدوث الالتهابات. اما رابعا فحدوث متلازمة تكيسات المبايض، ودي بتحصل طبعا بصورة كبيرة جدا نتيجة اهمال مقاومة الانسولين وعدم الاعتماد على نظام صحي. ولو جينا خامسا فممكن ان الشخص يصاب بالاكتئاب المستمر، وده نتيجة ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم وعدم دخول الجلوكوز للخلايا، لأن عدم قدرة الخلايا على إحساسها بإفراز الأنسولين علشان يقدر إنه يدخل الجلوكوز جوه. ما تنسوش في نهاية الفيديو تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة، وأشوفكم الفيديو الجاي.